خطاب العرش ديال العام اللي فات، الملك سحب الثقه ديالو من جميع المؤسسات في المغرب وشكر مؤسسه واحده هي المؤسسه الامنيه، وكان هذا ميساج واضح جدا. قال لهم انتوا فيكم خدام مزيان للاداره للوزراء لهذاك الى اخره، للاحزاب جوج الحاجات خدامين مزيان هما الباترونا راس المال الكبير والبوليس والاجهزه الامنيه. وهذا كانت كانت ان كارت بلانش تعطات المؤسسات الامنيه اللي حولت المغرب اللي كان ديجا دوله بوليسيه حولته لدوله بوليسيه ديال بصح اللي كتذكرنا في الطرق ديال الاشتغال ديال الدوله البوليسيه ديال بزين العابدين بن علي الى اخره. وشفنا بان البوليس والمخابرات تحكموا في المغرب في هذه السنه اكثر من السنوات من السنوات اللي قبل. بالنسبه للدوله بحال الدوله المغربيه دوله بوليسيه مبنيه على الاستعباد، مبنيه على بزاف ديال القيم اللي هي قديمه جدا ونقيضه ديال الديمقراطيه وديال ديال الحقوق وديال ديال الحريات. اطلاق سراح المعتقلين غيكون نتيجه ديال واحد الصيروره ديال الحوار معاهم، بحال داكشي اللي طرا مع السلفيه المراجعه الفكريه ودخلوا عندهم الفقهاء الحبس وبقاو كيقنعوا فيهم الى اخره الى اخره الى اخره. هذا الشيء ما كانش الشنموي، كان مبني على ما سمي بلي شامبيون ناسيونو وبناو هي لا تيوري دو رويسالمون ديال قديمه الهضره هذه الهضره هذه النتيجه ديالها الوحيده هو انه ولا عندنا راس مال كبير في المغرب اللي تضخم واللي ما ساهمش في الوعود ديال انه غيجر مع الاقتصاد وغيحسن مع الاقتصاد بشكل عام. تقادوا الموارد ديال الدوله، لان اللي ما كنعرفوش عاوتاني هو ان لو غران كابيتال في المغرب استفاد من لي مارشي افيك الدوله، يعني خداو الموارد ديال الدوله، ايلزون اكسيليري لا ديبوسيسيون ديال العباد الله وداكشي. ودابا لا فيولونس دو ديبوسيسيون غادي كتزاد، كنشوفوها مثلا في نزع الملكيه مثلا الاراضي السلاليه الى اخره بوغ اليمونتي لي بروجي مثلا بين قوسين في الريف، ما عارفينهاش بزاف. ما بين الاسباب اضافه الى المد ديال محسن فكري هو انهم قرروا نزع الملكيه ديال 30000 هكتار في 2016 سنه عليها ابن كيلا قبل ما يمشي في حاله. 30000 هكتار ما بين كتامه والحسيمه تقرر نزع الملكيه ديالها ويطردوا الناس من هذاك بوغ اليمونتي لاسيت فونسيير ديال منارات المتوسط. هذه المسائل بزاف ديال الناس ما عارفينهاش. دابا ما بين كتامه والحسيمه، ما بين كتامه يعني اصحاب الحشيش غيحيدوا لهم كلشي. الفلاحه غيحيدوهم 10000 هكتار بوغ منارات المتوسط. دونك لي بروجي ما كاينش هاد المضارات كامل اللي كاينين باغي تزيد عليها هكتار. تبارك الله. دونك parmi les raisons de la colère ديال عباد الله في الريف هي هذه حتى هي، لان الفلاحين الصغار الى اخره باغون اون فيت سي موديفيكاسيون قد السخط ديال المنطقه ديال الريف، ولكن عشناها بزاف ديال البلايص اخرين. بلاص ديال ناسيون في الرباط، كيش لودايا، وبزاف ديال البلايص واحد اخرين. وهذا الشيء شنو كيبين؟ كيبين ان فوكو الموارد ديال الدوله تمصوا في 15 عام بهذا لا بوليتيك ديال لي شامبيون ناسيونو، الضحى كتاخذ الاراضي فابور اليونس الى اخره، لي مارشي افيك ليطا وهذاك الشيء كامل. دابا كيقلبوا على فين يلقاو هذه الموارد الماليه باش يفينونسيو هذا لو ديفلوبمون ديال ليطا. اي سي بور سا كو لا فيولونس على ليغار دو سو كي نون اوكون ريزيستانس، سيتادير اراضي السلاليات هذاك الشيء غادي كتزاد. وهذا الشيء ما يمكن لي الا يولد لينا حركات جداد في المستقبل. دونك ليستوار فا سو ريبيتي مي بيتيت با دو لا ميم مانيير، لان الظلم والاهانه اللي عاشوها الريف وبقاو سلميين راه سي اكستراوردينير. يفو اريتي جو بونس فريمون دو شيرشي دي جوستيفيكاسيون ا لانكومبيتونس دو بالي qui est l'unique responsable de ce qui s'est passé. Les aspects de l'aide, le bilan, me frappe, les chiffres qui sortent du haut commissariat au plan, il y a 3,5 millions de jeunes entre 15 ans et 29 ans, quand on donne 29 ans, 3,5 millions de jeunes ne sont pas travaillés. Ces jeunes sont مجاهلين de Mohamed VI. C'est la génération M6. C'est-à-dire l'échec de ce modèle, il est en train de se faire. Le signe est 100 مهندس de l'informatique qui veulent faire tout le monde. Dans le Maghreb. Ceux qui conforment avec l'argent public, les médecins, les ingénieurs, etc. veulent quitter le Maroc. Et je pense que n'importe qui a l'occasion de quitter le Maroc, Radim Chi dira. Tu en fais partie? Là, si j'en fais partie, là n'est pas la question. Non, pas immédiatement. Non. Je veux rester au Maghreb. كتبة ثانية هي ديال أن pendant 20 ans وسربوها لنا وتيقوها وكل شيء ولا كيتيق فيها، هو أن حتى حاجة ما خدامة والملك هو اللي كيعرف يخدم والإدارة ما كتعرفش تخدم.
القطاعات هذاك الاحزاب ما خدامهش استغى. الملكيه دوزت 20 عام في التخريب في المواصله ديال المواصله ديال العمل ديال الحسن الثاني البصري في تخريب الاحزاب والتبييض ديالهم ويصنعوا فيهم الى اخره ويخربقوا في العمليه الانتخابيه. وجميع البرامج اللي الحكومه كتنفذها هي تصممت عند القصر الملكي، هاد المنارات المتوسط لي بلون ازور لي بلون هذاك انت دويت عليهم قبيله كاع هاد المشاريع هادو. وهاد المشاريع هادو جلهم فاشل لانهم صمموا بدون استشاره ديال الناس المعنيين لهذاك. وبالتالي فإلا كان شي فشل ديال شي نموذج تنموي كيدوي عليه الملك هو فشل ديال النموذج ديال التصميم ديال هذوك ديال هذوك البرامج. وبالتالي لا خاص شي واحد يجاوب على هذه المسائل هذو، خص الملك هو اللي يجاوب عليهم. مساله دستوريه، وغادي نرجعوا لهذيك الهضره ديال 2011. خصنا نرجعوا لهذيك الهضره ديال 2011. المشكل عندنا في المغرب مشكل دستوري ماشي مشكل ديال الالتزامات ديال المغرب.